عليكم ورحمة الله وبركاته. سنقوم بمتابعة حل تمارين الهمزة. السؤال الأول: أو لونوا، أو لونوا، أ إي إ، أ إي إ. سأقوم بتلوين حرف الهمزة وأمرر قلمي على الحرف. انظر انظر، انظر، أمرر قلمي، أمرر قلمي. الحرف الثاني، سأمرر قلمي. أمرر قلمي. وعدم الخروج عن النقاط. ثم سأمرر القلم على إ ألون الحرف. سأقوم بتلوين الحرف الآن. انظر، الرجاء عدم الخروج عن خارج الحرف، التلوين بشكل جميل. انظر، أحسنت، سألون الحرف الآخر. قمت بتلوين الحرف. هل سننتقل للسؤال من آخر، السؤال الثاني، وهو: أملأ الفراغ بالشكل المناسب أ أو إي إي ثم ألفظ. سأضع الهمزة في الكلمات التي أمامي ثم أقرأ الكلمة. الكلمة الأولى، انظر الفراغ في أول الكلمة. طيب، ما هي حركتها؟ يا ما نو، هاي حروف، هاي حروف. طب هي هل أقول سأقوم بالتجربة. أ أ أيمن، أ أ أيمن. نعم، أحسنت، أيمن، أ أ. إذا اخترت أ، هل تزبط؟ أو أو أوي. لا لا، لا تزبط، خطأ غير صحيحة. سأذهب إلى الكلمة الثانية في بداية الكلمة. أختي، أخ أخ أخ. أحسنت، أخ، آه عليها ضمة، أو أخ أخ تي أخ تي. والكلمة الأخرى، إس إس إسعاف، إسعاف. وآخر كلمة، ما ماء. سأضع الحركة. هكذا كتبت الحرف الناقص وهو الهمزة. سننتقل للسؤال الثالث: أكتب بخط جميل. أ أو إي إي، أ أو إي إي، أ أو إي إي. الكلمة اللي بعدها: أسماء، أقبل، إناس، هناء، أكلت، إيمان، لوزا، أكلت، إيمان، لوزا. سأقوم بكتابة الكلمات. الكلمة الأولى: أ،
كلمة أكلت، سأبدأ بالجملة أكلت. سأقوم بكتابة الجملة في الأول أكلت إي إي ما نو. انظر يكتب الحرف بالشكل الصحيح إيمان. كلمة ثالثة وهي لو لو زن. أقوم بالكتابة وقراءة الجملة أكلت إيمان لوزا. انتهينا من كتابة الجملة. ما نوع هذه الجملة التي قمت بكتابتها؟ جملة فعلية لأنها بدأت بأكل بالفعل. طيب ما نوع التاء هنا؟ تاء التأنيث. تاء التأنيث، أحسنت، رائع. سأنتقل لكتابة الكلمات. سأبدأ أس ما أو أق ب ل فعل أق بلى. أسماء اسم مؤنث. إناث أيضا اسم مؤنث. إناث. انظر كيف كتابة الحروف بالشكل الصحيح والمحافظة على نظافة الكتاب. هنا أو ه نا أو. سأنتقل الآن لكتابة الحروف. أ أحبائي، سنقوم بفتح الدفتر وكتابة الهمزة بأشكالها. سأرجع كمان مرة. أ كمان إيه كمان مرة. أ أو إي إيه. أحسنت، رائع. سنقوم بتذكير كلمات تحتوي على كلمة أناناس. أنا ناس. أحسنت. أيضا كلمة أفعى. أفعى. أفعى، أحسنت، رائع. كلمة تحتوي على أسامة. أسامة. أيضا أسرة. أس. كلمة تحتوي على إي إي. إسلام. إسلام. أيضا إس. عاف. فن. إسلام وإسعاف. طب كلمة تحتوي على إ. سماء. وهناء. ستقوم بتكرير كتابة هذه الكلمات ثلاث مرات. وإلى اللقاء يا أحبائي في الحصة القادمة.